غيتا البراد منسقة ديال البرامج جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، هي جمعية بمدينة وجدة كتشتغل على الهجرة، حقوق الإنسان، الثقافة وكذلك الديمقراطية التشاركية. اليوم احنا في مدينة وجدة قبالة الباب الرئيسي لجامعة وجدة، في إطار إعداد لهذا الخيمة التحسيسية حول الحق في الحصول على المعلومة. هذا الحق اللي كيضمنه الفصل 27 من الدستور لعموم المواطنات والمواطنين، واللي كان مندرج عندنا داخل واحد المشروع واللي سميته الحق في الحصول على المعلومة هو وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا المشروع هو بتمويل من طرف المنظمة الألمانية هينريتش بول، وبتنفيذ من جمعية رواد التغيير التنمية والثقافة في كل من مدينة وجدة ومدينة الناظور. كانوا مجموعه ديال الدورات التكوينيه اللي استفدوا منهم مجموعه ديال الشابات والشباب ديال 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 الطلبه ديال 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 جامعه محمد الاول، وكذلك المدارس العليا. كانوا تكوينات في تقويه قدرات حول هذا الحق هذا، وكذلك كيفيه تعبئه الطلبات، المساطر اللي كيدوز منها، وكذلك حول اعداد هذه الحمله التحسيسيه. اليوم في الخيمه كنكونوا في تواصل يعني خارج على المعهود، يعني ماشي في ديزوتيل، ماشي في قاعات مسدوده، ماشي مع مؤطر، وانما احنا مع المواطنين مباشره. كان نحسهم بهذا الحق في الحصول على المعلومه واللي هو غائب على مجموعه ديال المواطنات والمواطنين. كذلك كنعطيوهم اشنا هي المساطر اللي يقدروا يدوزوا فيها الا بغاو يحطوا طلب ديال المعلومه، وكذلك كنتبعوهم حتى في انشاء الطلب عبر بوابه شفافيه بو ام ا، اولا عبر تلبيه عبر اعداد الطلب الخطي. مجموعه ديال المواطنين والمواطنات اللي اليوم استقبلناهم في الخيمه التحسيسيه هنا في مدينه وجده، الاسئله ديالهم كانت تتمحور حول يا اما البرامج اللي تعهد مثلا مجلس الجماعه انه يعدها في طيله هذه السنوات ديال الانتخاب ديالو، يا اما شنو هي المده ديال مثلا ديال عقد تدبير المفوض مع الشركه ديال الطوبيسات. وهنا كانوا بزاف ديال المواطنين اللي هضروا عليهم، لان تيلمون كيعانيوا من هذا القطاع هذا واللي هو قطاع النقل العمومي. بزاف كانوا باغيين عليه مجموعه ديال الاسئله حول كناش التحملات، حول الصفقه، واش بامكانهم انهم يسولوا على هذه الامور. مجموعه ديال الناس كانت كتسول على انه واش ممكن انها تعرف الميزانيه ديال الجماعه، فين كتعرف فين كتمشي، وشحال كاين من سياره ديال الجماعه، شحال كاين من 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 موظف. يعني بزاف كانوا كيتمحوروا حول التدبير ديال الترابي لمدينه وجده. وكذلك كاين مجموعه ديال الناس اللي كيسولوا بشكل او باخر حول مجموعه من المعطيات، مثلا العلاقه ما بين الجماعه ديال وجده الجماعه ديال بركان، واش كاين هناك اتفاقيات، واش كاين هنا شركات، واش نقدروا نسولوا شكون هما الشركات اللي مثلا الوزارات غادي تشرف على انها دير اتفاقيات معاهم باش يديروا استثمار في مدينه وجده. يعني بزاف ديال الاسئله وديال الطلبات ديال المعلومه. حنا اليوم موجودين في وجده باش نجاوبكم، وباش كذلك نحسكم ضرورة ديال معرفة هذا الحق هذا، وكذلك معرفة جميع المساطير لتتبع أو لتقديم طلب الحصول على المعلومة واللي كيكفلوا الفصل 27 من الدستور. من بعد غادي نتلاقاو معكم في الناظور باش نديروا خيمة تحسيسية أخرى في مدينة الناظور، وغادي نعلنوا عليها في الأيام المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بجمعية رواد التغيير التنمية والثقافة.